حويجات اختي ديال الصيف، تحضيرات اختي ديال السفر. ان شاء الله المهم هادشي كامل كويتي راني غادي نبارطاجيه معاك، كلشي كويته ديالي منتج قالين غادي نبارطاجيهم معاكم. كتعرفوني اختي حويجات ديال شي ان اختي ما نستغناش عليهم ابدا ابدا. وانا اختي نحط هنايا المنتج اللي جاوني اختي قالين جاوني الزينات ديالي قالين. هانتي حطيتهم اختي هنايا فوق الطوموبيل، قلت لك هاد عطاهم لي ليفرور. دي فوا كنلقى الا كنت شي كوموند صغيره كنلقاها في البواط لا ليتر، ولكن بحال هاد لي كوموند هكاك لي كيكونوا كبار ولا كراطان كيصوني عليا حيا مامتي كيضرني يدي كيصوني عليا كنخرج عنده. المهم فقت الصباح رديت الغداء ديالي باش عاوتاني في العشيه خاصني ندي لماما الماكله ديالها هكاك. المهم رديت الغديوه ديالي عجنت خبيزي، دابا غادي نجمع هكاك الدار عندي بيتي خاصني نقلبو عاوتاني ونشقلبو. شوف كويده واللي فيه شي طبيعه راه ما يبيع، حنا اختي راه مولفين بالشقا مولفين نشوفو الحاجه هكاك نقيه وما نقدوش اختي نجلسو في حاجه مرونه. كل واحد داكشي كيبقى البيئه اللي كبرتي فيها اول حاجه، ثاني حاجه كيبقى النفس الخبيثه. كاين اللي نفسه بارده عنده هانيه، كاين اللي نفسه كطلع وتهبط ما كيقدش يشوف شي حاجه مرونه شي حاجه هكاك موسخه. هاد العبده الضعيفه اختي ربي الحبيب خلقنا هكا، ما عندنا اختي ما نديرو، ندربو اختي مع خليقات زاد ربي الحبيب، ربي اختي خلقنا فينا هاد النبيج هذا والحمد لله الحمد لله. المهم الزينات ديالي ندخل دابا هادشي هذا نحل على دايره اختي غمريقه دايره كما قلت لك اختي غمريقه باللوبيا الخضراء وبطيطه وصافي اختي مريقه ديال ولاد الشعب. هادشي اللي كاين نهار اختي اللي كنكون هكاك مرونه وصباح عندي. ودابا المشكل دخلنا الشهر خرجنا الشهر صافي خليتهم اختي في الكراج، خرجتهم شويه حدا الباب الكراج وخليتهم اختي الشتا ها هي عاوتاني حتى كتبرق اختي واحد الشميشه كنفرحوا بها كنقولوا الله يا ربي الحبيب واقيلا هذا النهار هذا طيحت هادشي هذا النهار هذا راه غادي يدوز زوين عاوتاني اختي كتعبس اختي فوجانا يا ربي الحبيب. هادشي هذا امر الله ما لا اعتراض على امر الله، ولكن اختي راه قنطنا شويه ما كرهناش اختي واحد السيمانه ديال الشمس. مي قالوا ابتداء من غدا ان شاء الله غادي تكون الشمس. ايوا اختي ندخل الخبز واقيلا راه يخرج عندي هنايا حتى الزناقي. الروتينات اللي كنحماق عليهم اختي هما ديال الحكان اختي ديال النقا وديال الشقا والروائح اختي. المهم اختي انا درت اللي قالت انا اختي راه كنسمع لك الهضره ديالك الحبان كوثر راه خرجتي على يدك كوثر عافاك يبقاي ديري اللي قالت انا كبيده نبقى ملي نكون كنجبب بالخصوص اختي النهار ديال الجافيل غادي نبقى اختي ندير اللي قالت. هنا كنت رشيت جافيل في لابافوات وحاشاكم في هذا في لاساج خليتها واحد 10 ديال الدقائق قرص الخبز ديالي وداكشي عاد رجعت هنايا كنحك بهذا البخودوي هذا كناخذو من اكسيون اجاكس واعر كبيدات واعر صافي حكيت هنايا. شوفي هاد الحكه الخفيفه ماشي ديال دابا ديال الجليج وداكشي على بافوات وكلاشه صراحه كل صباح، ولكن ديال الجليج والمرايات وداكشي كنديرها اختي مره في السيمانه هكا كضربي ليها واحد الحكه ديال القلب كتمسحي الجليج تمسحي اختي المرايات تمسحي كلشي كدوزي عليهم. هذاك الحكه اختي الخفيفه راكي كديريها يوميا. صافي حكيت هنايا. بالنسبه اختي راه سمعت لك الهضره عاوتاني باش تقولي كوثر اختي ما كتسمعش الكبيدات ديالها، قلتي كوثر ما ديريش الفاز في هذاك ما ديريش الورد في هذاك الفاس الصفر. سمعت لك كبيده الهضره ما غاديش ناخذو اقسم بالله الكبيدات ديالي هادو ديال شي ان خرجوا لي حسن هاد لي زاكسيسوار ديال شيتات سنان ديال الصابون هادي ديال لابوبيل الصغيره اللي كتكون في التواليت شيتا اللي كنحس نحكو بها لاشاط خرجوا لي حسن اللي كنت خديت من لو غي ميغلام ب 60 ديال الاورو. هادو كاملين راني لحتهم راه كنت ديجا شاركتهم معاكم هادو كاملين البنات راهم من شي ان هادي الحماله هادي اللي دايره فيها هادوك الفيطات ولي برودوي هكاك ديالي اللي كنحتاجهم داك التخربيق ديالي اللي كنحتاجو دغيا اللي حطاهم حدايا يعني كنحتاجهم دابا وساعه انا دايراهم تما. مره راه غادي نبارطاجي معاك شنو زدت باقي شي حوايج غادي نزيدهم بحال داك البلاكار خديت ليه دابا الشبيكات هادوك اللي غادي نقاد فيهم كلشي ديالي داك الزيت ديال الشعار اللي كنستعمل كلشي غادي نقادو تما بوغ لانستون راه حطاه غير تما. صافي ضربت لك اختي بواحد الشفيفه هنا دابا عاد كنحس اختي بالراحه النفسيه. علاش كتقولي كوثر راه ما يمكنش اختي تشوفي شي حاجه موسخه وما دوزيش عليها. دابا انا هنا غادي نكمل من هنا خاصني نمشي عاوتاني للبيت ديالي الدوش اللي عندي في بيتي عاوتاني حتى هو نضرب ليه واحد الحكه بالجليج ديالو بكل شيء ديالو القنات يعني الركاني كنت حنا اختي على الركاني اهم حاجه حتى لا جا عندك ضيف بوجهك احمر.
جيت لبيتي عاوتاني حتى هو كما قلت لك غادي نضرب ليه حتى هو واحد الحكه بالخصوص هذا، يعني انا كنحكوا بزاف هذا الكحل هذا. نقول لكم علاش، احنا عندنا في اوروبا الماء فيه الكالكير، يعني ضروري كبدات الروبينيات ضروري خاصك تدوزي عليهم لا بافوات، حيت الا ما دوزتيش عليهم كي يعني كنهضر لك على يوميا يوميا مع المده يعني كيتقشبروا. احنا عندنا الكالكير بزاف هنايا في اوروبا، يعني هاد الحكات راه ضروري منه. صافي اختي، من بعد ما كملت الدوشات بجوج ضروري كندير انا هاد لي كابسول هادو ديال جافيل، دايرين فحال شكل اسبرو، كتلوحي وحده كنلوح وحده كل نهار كتخليكم الطواليطات نقيه. صافي اختي طلع لي في راسي، اقتنعت اختي بالكلام ديالك، انا كنقول لك اختي راني عشاقه من لالا. صافي اختي غادي نبدل البابي بان، غادي ندير واحد يكون باش سامبل ما فيه لا ورود ولا شجور. صافي قولي لي اختي واش فكره زوينه ولا ما فكره ما زويناش. النهار الاول كنت كتقولي كوثر ما ديريش، خلي غير حط الحيط ابيض، انا ما كيعجبنيش يبقى الحيط ابيض هكاك بوحده. مشكل ما بقاتليش داك النهار شنو قلت للمزابي، ندير ليها الخيال هاد الباج هادي اللي درت في الدار نديرها في بيت النعاس غير في كوتي واحد غير في هاد التيت دولي. ساعه ما بقاتش لينا، غادي ناخذ شي بابي بان في داك الموديل فحال تكون فيه داك العنبره فهمتوا، يكون باج في باج يعني لون في لون، زوينه البنات ولا ما زوينش. صافي جيت هنايا لمت الناموسيه بدلت الفراشات، دابا فرشت هنايا بهذا الكحل، هذا الكوفر اللي الكحل كنت واخده من شي ان، راه ديجا كنت حطيت لكم كبيدات لو كود برومو، الا بغيتوا الكود برومو اللين ديالو، الا بغيتوا الريفيرونس ديالو قولوها لي اختي نخليها لكم. صافي درت لي هنا مانطا في الباج كنبدل كلشي. شوفي اختي بقيت كنختار زعما بغيت اختي ندير بابيون، شوفي وجات هاد البابيون زوينه. ساعه من بعد حيدتها ودرت واحد المنظر واحد اخر من بعد نوريه لكم. المخدات اختي هادشي في فين ما كان الاخر، انا ندخل ناخذ المخده، انا ناخذ المخدات صغار، ولكن اليوم اختي والله الا زهقوا اليوم اختي غادي ناخذ المخدات صغار ان شاء الله، غير يوصلوني غادي نبارطاجيهم معاكم. صافي هنايا راه من بعد حيدت هاد الكاشه درت ليها اختي واحد الموديل واحد اخر، دابا نوريها لك من بعد، درتو غير في الجنب. صافي هنايا كنرش بهذا البارفان هذا ديال الامير واعر. غديت وليداتي صيفطتهم اختي للمدرسه عاد باش ندوز نتغدى اختي انا وزمان، يعني استهوى نعاسك باش اختي نبقى طرونكيل ناكل اختي على راحتي كما كنقول لك ديما. هانت اختي خبيزي ديال الزرع ما شاء الله كي كيجي. المهم عجنت اختي جوج ديال الخبيزات، خليت ماما الغدا ديالها نتغدى عاد نمشي نديه ليها جوج ديال الخبيزات تبارك الله. ناختي هذا هو الغداء ديالي كما قلت لك، درت اختي مريقه بالبطاطا واللوبيا وشويه ديال الزيتون، خليت ماما هي تاهي الغديوه ديالها باش نديها ليها مع خبيز. درت اختي هذا الزيتون هذا صدق غزال غزال، كنت خديته من كانوا حاطوه في الدي، كنت خديت منه جوج قراعي عرفتي، حليته قلت نادي كوثر تبعوا هذه القرعه عندك وما مشيتيش بحال هذه، كتبدي القرعه الاخرى هذه القرعه كنت باقا ما بديتها، دابا قلت والله صندوق منه تماما نفس بحال الزيتون ديال المغرب، ياك ما جايبينو اختي من المغرب هذا اللهم عارف. المهم الا لقيتو هاد الزيتون هذا بالعظم ديالو، الا لقيتو في الدي غير خذو والله حتى بنين بنين بنين. صافي نقادو اختي خبيزنا، صافي كملت الشقايه، لقيت لي اختي غير واحد الشيء في الكوزينه جففت الداخل، هادشي طاح خفيفه الكوزينه عاد حكاها بالشتاء وداكشي، دابا غندوز لها غير جفاف غير شفيف تبارك الله باقا نقيه، ندوز لها غير شفيف هكا ونهنتو. يا اختي هذا اختي ماشي ديال الزبيده اختي، الزبيده بلديه كاين اختي، الزبده بلديه كاينه كلشي، اللي بغات اختي تجي عندي مرحبا. اش كنقول لك ديما جي اختي عند جي المزرعه سمات المزابي تاكلي اختي خبيز ديال الدار وتاكلي زبيده بلديه وتاكلي اختي صايكوك ديال الدار البينه اختي ديال الدار. ايوا اش نقول لك اختي، اللي بغات تجي عندي والله بالقلب السميح بالقلب الكبير اللي بغات تجي عندي مرحبا والف مرحبا. المهم اختي ندوزو نتغداو انا وزماني، ايوا انا كما قلت لكم نمشي عند ماما وعاد نرجع اختي باش نصاوب معكم اختي الكوتي. كي جاتكم اختي هاد العروسه هادي، كي جاتكم اختي صغيره عروسه صغيره تم اختي الدنيا عامره 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 تبارك الله. ايوا اختي كنفرحوا الوليدات تبارك الله، شحال الناس جاو شحال الناس فرحوا وليداتهم، دابا الوجه لبسات هاد اللبسه هادي، انا خليتها الشعر متلقطي المنقات ومسكينه عيات، غادي نخلي لكم النمره ديال النقاطه، غادي نخلي لكم النمره ديال النقاطه وغادي نخلي لكم النمره ديال النقاشه تبارك الله. النقاطه راه كتنقد حتى الناس الكبار يعني ماشي غير البنيات الصغار. المهم الوليدات فرحانين فرحانين، الدقه راه عاد سكتوا
تبارك الله ما شاء الله كما قلت لكم الزينه ديالي اجواء 100% مغربيه اختي بحال بحال باريس. عجبك الحال يا نجم؟ عجبك بزاف فرحانه بزاف يا جويه. يلا غنجيب طلعي باش بعدا ما غادي يبقاش لي المهره المرتبه لهيه باش ليها تما هي اختي دابا غادي تبدا تنقش تنقش وتسالي.